يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل ثمة محظور في تقسيم التوحيد إلى أربعة أقسام بحيث يكون القسم الرابع توحيد الحاكمية؟ أي والله، هذا اللي نحذركم عنه، هذا اللي حنا نحذركم عنه، شيء ما قاله السلف، لا تقولوا به أبدا. الحاكمية يا أخي داخلة في توحيد الألوهية، ومن العلماء من يقول إنها داخلة في توحيد الربوبية، فهي داخلة في الأقسام الثلاثة، ولم يفردها ناس علماء، إنما أفردها حزبيون يريدون نصرة مذهبهم وحزبهم، فنحن لا نعبأ بهم، نقول ما قاله علماؤنا وسلفنا الصالح، ولا نزد شيئا من عندنا.